الله، حلو جدا 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 فعلا. انا مش عارفه واضح لي للمشاهدين في التلفزيون ان انتوا شايفين التفاصيل ولا لا يا جماعه. الفستان كله بيلمع بمنتهى الشياكه، كله تقليد هاند ميد. هاند ميد كل ده؟ هاند ميد كله هاند ميد. ده بياخد منك وقت قد ايه؟ خد مننا تقريبا 4 شهور شغل. 4 شهور؟ ده اكيد شغل 24 ساعه يعني. لا، فريق عمل كبير طبعا طبعا، ما شاء الله، حلو جدا. طب احكي لي بقى اكتر عن الموديل ده، ايه اللي خلاكي تاخدي يعني تعملي التفاصيل دي بالاخص؟ الموديل اللي هو الفلونات دوت، موديل يعني البنات بتطلبه دلوقتي، حاجه جديده، ستايل جديد. تمام. فكان لازم ان احنا نجيب خامه نقدر ان احنا نتحرك فيها، فالخامه كانت بتبقى جايه لنا ساده خالص، فبتبتدي احنا ناخدها بقى بالتطريز بالكامل. طبعا مجهود رائع صراحه، وشكله حلو جدا على الحقيقه. الطرحه بقى، ليه اخترتي الطرحه تكون بالشكل ده؟ الفستان عايز طرحه هاديه، الفستان اصلا الخامه بتاعته بتتكلم لوحدها بالظبط كده، فعايز طرحه هاديه جدا، حاجه سيمبل عشان ما تغطيش على الفستان. بالظبط. انا مع الاسف ساعات بنشوف فساتين تحفه لكن الطرحه زحمه زياده عن اللزوم، فبالتالي بتضيع الشكل. كل فستان بيبقى ليه طرحه ممكن تكون مناسبه ليه وممكن ما تكونش مناسبه صح. تماما، فلازم نوفق كله. صح. طب ده مناسب لاي جسم ولا محتاج جسم معين؟ لا، الستايل ده مناسب لاي جسم. لاي جسم. انا حاسه كده برضه، حلو جدا جدا.